الاخوان، السلام عليكم. معكم قندوسي احمد. يعني انا كنقوم بالطور ديال الاب ديالي، كنشدو الخيل، حرفتنا الشدان ديال الخيل، كنشدو الخيل من عند الناس. حنا يعني كل كيعرفنا عندنا الخيل، ربحنا عده جوائز، فزنا بمسابقات كتار. يعني كان واحد السيد عندنا صديق ديالنا، ملي توفى حنا ما بقيناش لقينا الخيل، ملي غنشدو الخيل ما بقيناش لقينا اللي غيعطينا، ما عندنا الجهد باش نشريو، ولدنا داكشي ديالنا ما كافيناش، يعني كتولد عاود ولا جوج الدراوش، ما عندها ما دير لك. فاش توصلنا بالاصدقاء ديالنا السيد ديساوي وسدراتي وداكشي، يعني ولينا كنشدو الخيل. كنتفاجئوا حتى كنتفاجئوا بقرار خرج الناس غتاخذ الخيل ديالها. كنتسناو بالقانون يجي نشوفوا خيلنا في غجري، تولينا كنتسناو الكميه. يعني ماشي قرار، هذا قرار صعيب بزاف لهاد الناس. كنطلبوا من الدوله ومن سيدنا باش تدخل هذه المسؤوليه. حنا كاينه تقريبا واحد 4000 ولا 5000 في الكورس، كامله شباب. ما يبقاش يمثلنا واحد عنده 90 عام، واحد عنده 80 عام، اللي برك في شي منصب ما كيبقاش يحيد كاع. يعني الدوله رئيس حكومه كيضرب 5 سنين في الحكومه، ورئيس تاع كورس كيعيش فيه 30 عام 40 عام، ما تيحيدش، ما كاين من يحيدو. كنطلبوا من الدوله ومن سيدنا، يعني سيدنا الله ينسى سيدنا كيحب الشباب، باغي الشباب. يمكنش حنا نخليو رئيس ديال الجمعيه ما كيثيق فيه حتى واحد، ما بقينا كنثيقو حتى في واحد. انا ماشي كنقصد رئيس ديال هذه الجمعيه ولا ديك الجمعيه، ما كنثيقو حتى في شي واحد اللي غيمثل الملاك، ما كاينش، ما بقاوش. كان جون بير الله يرحمه، كان حامي كلشي، مشى الله يرحمه، دابا القضيه تفرغت. نطلبوا من سيدنا ومن الدوله يتدخل ديالنا حل مع هاد الناس. حنا فين غنمشيو؟ حنا عندنا الخيل، كنشدو الخيل. واش حنا ما في طاقتناش باش تمشي تشري عاود ب 10 مليون ب 12 تشري يهز رجلو؟ فين غتمشي حتى الحبس؟ وكان قول قولي، هذا هو النظر ديالي انا. جيت كنناقش كنوب على الاخوان الحرفيين اللي هما ضروا هاد الضرر ديال ربي. هادي من جهه، حنا اللي وصلنا لهاد الضرر وما كانش على بالنا وما معلومينش به وما ما وصلتنا حتى معلومه عليه. لان علاش كنتيقوا في واحد الرئيس اللي كيمثلنا في لاله الملكه الهيبودروم ديال لاله الملكه السي عبد الحق مزرق، جا كناقش معنا واحد الموضوع على هاد الكارونت ديال الملكه اللي خاصها دير ليها بلافون، كل ملك يعطي 40. قلنا له لا سي عبد الحق، هاد القانون اللي قلتي حتى انا ما حناش معاك فيه، راه ما يمكنش واحد عاد يعطي 40، راه كنا ام عايشه مع هاد السيد، راه عائلات عايشين معنا حنا في هاد الحرفه، واليوم جيت تحكم على كل ملاك كبير يعطي ما يفوش 40 عاود، 40 عاود شحال عاد جينا حنا؟ الزمور في تقريبا فايته 30 ملاك ولا 35 ملاك. حنا من هاد المنبر كنراسلو هذا السي عمر تقلي، هاد السيد اللي حنا كنا نثيقوا فيه راه ما بقاش عندنا فيه الثقه، وما بقاش يمثلنا بصفه نهائيا ابتداء من اليوم، راه ما بقاش يمثل فينا حتى ملاك اللي موفر فيه الشروط. ودابا انا كنطالب من السي عمر، حنا دابا جينا نخارتنا الخيرات قوي وبالقانون علي، وكنت تبلعوا بان كيقول لك ما عندكش الحق في التصويت عامين، هذا لا يعقل. الا ما عنديش الحق التصويت في عامين، ما عنديش الحق التصويت حتى في الكورس عام، ما نجريش عامين، ما عنديش الحق حتى في الاداره عامين، ماشي حتى في الجمعيه. ودابا كنطالبوا من السي عمر رزق لي الله يجازيك، هاد الناس اللي كيمثلونا راه لقات بينا وبينهم الا الخير والاحسان، راه ما عندنا ما نديروا بعلاقتهم، راه كينافقونا وكيكذبوا علينا وكيشوفوا عما صالح اللي كتخصهم. ودابا الله يرحم الوالدين، كنطالبوا لك تجدد النظر في هاد الجمعيات وتحل لنا الخيرات. مهما عندي عاود، عندي جوج، عندي ثلاثه، موفر فيا الشروط، عندي الحق نخارط وعندي الحق نصوت في الناس اللي كتمثلنا. وشكرا.